اهلا بيكم متابعينا مع فيديو جديد وملخص اجدد. وقبل ما نبدا اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوف. بتبدا قصتنا مع بيلا، بنت محجبه بتدرس في كوريا، وبعد ما تخلص دراستها هترجع لبلدها ماليزيا، واختها بتبعت لها تذكره الطيران وتبقى حاجزه لها في درجه رجال الاعمال، وتكون فرحانه ومتحمسه جدا انها ترجع لبيتها واهلها. بيلا في المطار بتخبط في الشاب بالغلط، لكنه بيتصرف معاها بغرور وقله ذوق ويمشي ويسيبها، والأكيد إنها بتتعصب من تصرفه. بعد شوية الشاب بيقرر يخبطها زي ما خبطته، فبتتعصب وتشتمه في سرها، بس من حظها الوحش إنه قاعد جنبها في الطيارة، وأول ما يشوفها بيطلب من المضيفة إنه يغير مكانه، بس بتقوله يديها وقت عشان تشوف له لو في أماكن فاضية أو لأ. بيلا متضايقة جدا إنها قاعدة جنبه، ومصيرها السيء بيزيد لما بتقابل فارس، الشاب اللي بيلا بتكرهه جدا عشان معجب بيها. المضيفة في اللحظة دي بتيجي تقول إن مفيش أماكن فاضية، فارس يسكت لأ طبعا، يقول إن ممكن يبدل معاه لو حابب، عشان هو عايز يتكلم مع بيلا في ال6 ساعات بتوع الرحلة. لكن بيلا بتستغل الفرصة وفارس مش واخد باله، وتطلب من اللي جنبها إنه يرفض بتبديل الأماكن، وإنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان يوافق. فارس لما بيطلب منه تاني تبديل الأماكن بيرفض ويقول إنه غير رأيه، فبيلا بتشكره. أخيرا الطيارة وصلت ماليزيا، وأول ما بيلا توصل سيلينا أختها بتستقبلها، وفي طريقهم للبيت بيجي مكالمة سيلينا إن المدير بتاعها غير ميعاد رجوعه لماليزيا، وبدل ما كان هيوصل الأسبوع الجاي وصل في الطيارة اللي جت النهاردة من كوريا، فأختها بتخاف عشان لسه ما نضفتلوش البيت اللي هيقعد فيه. سيلينا بتطلب منها انها تروح معاها البيت وعشان تساعدها، لكنه بيوصل وهما بينظفوا، فبتطلب سيلينا من بيلا انها ما تتحركش من مكانها، بس بيلا بتسمع صوته وهو بيزعق للعمال، فبتقول انه مغرور، واول ما بتبص عليه تكتشف انه نفس الشخص اللي كان قاعد جنبها في الطياره. بيلا من الخوف بتحاول تستخبى او تهرب منه، لكنه بيلمحها، ومن التوتر وقعت في حمام السباحه، واما بينزل عشان ينقذها بتزعق وتطلب منه يبعد عنها، واما بتخرج بتزقه في المايه تاني، لكنه ما بيفهمش هي بتعمل كده ليه، فبتقول انه بيحاول يتحرش بيها وبتمشي وتسيبه. بيلا بعد ايام بترجع تقابله تاني وهي رايحه تستقبل مامتها في المطار، وبيكون هو كمان هناك عشان يستقبل باباه، وبنكتشف ان بابا ومامتها يعرفوا بعض كويس، ومن خلال كلام مامتها بنعرف ان اسمه دانيال. بيلا بتلاحظ انه بيعامل مامتها كويس، فبتعرف انه بيمثل لانه دايما بيتعامل معاها بسخافه واستفزاز. لو اختها بيسمعوا مامتهم وهي بتكلم قرايب ليهم وتقول انها هتصلي استخاره وتفكر في الموضوع تاني، فيفهموا من الكلام ان مامتها ممكن تتجوز مره تانيه، وفي احتمال انها تتجوز ابو دانيال، فسيلينا بتتضايق، اما بيلا بتكون فرحانه عشان مامتها تتجوز راجل غني. مامت بيلا بتعزم دانيال لبابا على العشاء، لكنه بيختفي فجاه وبتطلب منها تروح تشوفه فين، ولما تروح تدور عليه بتشوفه بيعيط قدام صوره اختها التوأم ويقول انها وحشاه، وكل ما يشوف اختها بيلا بيفتكرها، ومن بعدها هو مش قادر يكمل حياته، فبيلا تتاثر وتعيط لان اختها وحشاها جدا. دانيال لما بيخرج بيلاقيها قاعدة بتعيط، بس بتمسح دموعها بسرعة وتطلب منه يجي ياكل، فبدون مقدمات بيقول لها انه مش طايقها، فبتقوله انها مش ميت عليه يعني، وبتطلب منه يخلي بابا يبعد عن مامتها، بس ما بيفهمش قصدها ايه. بعد ما دانيال وبابا يمشوا، سيلينا وبيلا بيسألوا مامتهم اذا هتتجوز فعلا ابو دانيال، فمامتهم بتستغرب جابوا الكلام ده منين، وتقول لهم انها ما فكرتش في حاجة زي كده. بيلا سألت مامتها دانيال عارف مايا اختها منين، فبتقول انهم اتقابلوا في سويسرا وقعوا في حب بعض، ودانيال طلبها للزواج وكانوا هيتخطبوا، بس مايا عملت الحادث وماتت. سيلينا بتطلب من اختها تعمل كيميتشي عشان مديرها يستقبل عملاء كوريين، وطلبوا انه يكون الطبق الرئيسي، وعشان بيلا عاشت في كوريا فتره طويله تقدر تعمله بسهوله. بيلا بتعمل الطبق وتروح توصله لاختها، لكن بتقابل فارس في الاسانسير ويقول لها انه معجب بيها وهيجي يتقدم لها، بس بيلا ما تعرفش ترد عليه، وفارس بيلاحظ حاجه على طرحتها ويحاول يشيلها، بس في اللحظه دي دانيال بيدخل عليهم ويقول انه مكان شغل ومش مناسب للحاجات دي. بيلا من غيظها بتقول لفارس انها تستناه قبل مامتها عشان يطلب ايديها. بيلا بتوصل وتسلم الكيميتشي لاختها، والطبق بيكون حلو وبيعجبهم، لكن دانيال فجاه بيقع لانه عنده حساسيه من حاجه في الكيميتشي، بينقلوه على المستشفى. لما بيلا بتدخل تطمن عليه يمسك ايديها وبيفتكرها مايا اختها ويقول انها وحشاه. فجأة بتدخل عليهم زارة صاحبته مديرة أعماله في كوريا، ولما تشوف إنه ماسك إيديها بتسحبها وتقول لبيلا إنها هتكون مراته في المستقبل، بس بيلا بتقول لها إنها مش مهتمة تعرف هي مين وتمشي وتسيبها، لكن زارة بتروح وراها وتحذرها ما تقربش منه تاني. في يوم بيلا وعيلتها بيكونوا في البيت اللي في القرية، وبتتفاجئ إن مامتها عازمة دانيال وباباه هناك، فتتضايق. بيلا بالصدفة بتلاقي حاجة أختها وتلاقي فيهم ظرف مقفول، وبيجي لها فضول وتفتحه. بيلا بتلاحظ إن أختها كانت حاسة إنها هتموت، وبتطلب من دانيال إنه يحاول ينساها ويكمل حياته ويدور على حد مكانها، والشخص ده ممكن يكون اختها بيلا. بيلا بتتضايق بما انها مش بتحب دانيال، وتمسح اسمها بسرعه قبل ما حد غيرها يشوف الجواب. طول اليوم بيلا بتفكر في كلام اختها، ولما تطلع الجواب مره تانيه دانيال بيضايقها ويشده غصب عنها، ولما يشوفه بيعرف ان ده خط مايا، يبقى مصر انه يقراه ويسال بيلا عن الاسم الممسوح، ولما ما توافقش تقول بيروح يمسح المصحح ويعرف الاسم. بيلا بتقول له ان مفيش حد قرا الجواب غيره، وان مفيش حد يقدر يغصبهم على الزواج، لكن دانيال بيعرفها ان باباه ومامتها مخططين لخطوبتهم هما الاثنين الاسبوع الجاي، ويطلب منها انها لو بتحب فارس
فارس يتجوزوا بسرعة، بس بتعرفه إنها مش بتحبه، فيقول إن فارس على الأقل بيحبها، إنما هو عمره ما هيحبها ويعاملها كويس. في مرة مامتها بتبقى عاملة حفلة وعازمين ناس كتير، ومن ضمنهم زارة اللي طول الوقت بتحاول تقلل من بيلا وتكلمها وحش. فارس في اليوم ده بيحاول يتقدم لها، ولما بيلا بتلاحظ بتترجى دانيال عشان يساعدها، فبدون سابق انذار دانيال بيعلن قدام الكل انه طالب الزواج من بيلا. مامتها تفرح وتكون موافقة، وطبعا بيلا بتضطر توافق عليه عشان تتخلص من فارس. تم زواجهم والكل كان فرحان إلا هما. بيمروا شهر على الزواج، ودانيال طول الوقت بيتجنب بيلا، فبتطلب منه يتخطى اللي حصل، فبيقول انه مش عارف هو فعلا بيحبها ولا هي مجرد شيء بيملي فراغ في حياته. وأثناء كلامهم بتزورهم يوري صاحبته، وتطلع بيلا وتسيبهم لوحدهم، لكنها بتشوفه وهو بيحضنها. بيلا بتسيب البيت وتمشي وهي زعلانة وكأنها خلاص وقعت في حبه، واللي بيزود حزنها إن يوري بتطلب منها تبعد عنه عشان عمره ما هيحبها. بيلا من الزعل بتقرر تسيب كل حاجة وتسافر على كوريا، مش بتعرف حد غير أختها سيلينا، بالرغم من إنها منعتها، بس بيلا كانت مصرة. لما وصلت على كوريا ما كانتش عارفة تقعد فين، فراحت لواحدة معرفة وبتكون طباخة بتدي دروس لتعليم الكيميتشي، وتوفر لبيلا مكان تقعد فيه وشغل معاها عشان تعرف تعيش. بيلا بتمر عليها الأيام وهي حزينة عشان بعيدة عن دانيال، وفجأة بيعرف مكانها ويروح لها ويكون حاجز عشان يتدرب على الكيميتشي، وفي كل فرصة يكونوا لوحدهم بيحاول يكلمها ويسألها ليه سابته وسافرت، بس بتتضايق وتسيبه. لكن لما بتروح بيكون جاي وراها وجايب شنطة هدومه وعايز يقعد معاها، وطول الوقت بيستفزها. تاني يوم بيروح يجيبها من الشغل غصب عنها، لكن وهو سايق بتهدده وتقول انه لو ما وقفش هترمي نفسها وبتصرخ، وساعتها بيضطر يقف فتنزل من العربية. هو بيجري وراها ويقول انه عايز يعيش معاها، بس بتقوله ان زواجهم ملوش معنى، ولو مهتم بصاحبته يروح يتجوزها، بس بيقول لها ان مامة يوري هي اللي ربته بعد وفاة مامته، وانهم اتربوا وكبروا سوا، وهي بالنسبة له اخت مش اكتر. دانيال بيطلب منها تسامحه بعد سوء التفاهم اللي حصل، فبتوافق وترجع العربية. لكن في نص الطريق العربية بتتعطل، وأثناء ماشيهم في الغابة بيعترف لها بحبه ويوعدها إن طول زواجهم هيهديها لطريق ربنا، فبتفرح جدا وتعترف له هي كمان بحبها، وتوعده إنها هتكون زوجة صالحة وحياتهم بتتحول لسعادة زي أي زوجين. سعادة بيلا مش بتكمل بعد ما يوري وزارة يكونوا عندهم في البيت، وبتقول لبيلا إنها مش هتتهنى بيه، وطول الوقت زارة بتحاول تقرب من دانيال، بس بيلا مش مهتمة عشان واثقة فيه. دانيال بيطلب من بيلا تعمله كيميتشي، لكنه بيتعب فجأة وينقلوه على المستشفى، وساعتها يوري وزارة بيحملوها المسؤولية. زارة بتكون فرحانة على غير العادة، فيوري بتستغرب وتسألها، وبنعرف إن هي اللي حطت السم لدانيال في الأكل، وبتقول إنه لو مش ليها في الحياة يبقى يموت أحسن، فيوري ضميرها بيأنبها وتروح تحكي لبيلا على الحقيقة. بيلا واجهت زارة وطلبت لها الشرطة، بس زارة تقريبا مجنونة بجد وما بتنكرش اللي حصل، وتقول انها عملت كده عشان سرقته منها، فبيلا بتضربها بالقلم وتطلب منها ما تقربش منهم تاني. دانيال حالته بتسوء ويظهر انه مات، فتنصدم وتمشي وهي حزينة وبتعيط، لكن فجأة بيظهر قدامها ويطلع انه عايش، لكنه عمل كده عشان يتأكد من حبها ليه ويكملوا حياتهم سوا بكل سعادة. دي كانت قصتنا النهاردة، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في افلام اجدد والز معانا، وبس كده. Bilmezsin bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan bir söz bırakmadan sahiden doğruymuş söylenenler de bir defa çıkmamış adım ağzından sahiden hiçmişim nazarından. Öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın değil, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın değil, gözlerimde kanlar. Bu gece acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun.
سعيدا دوره يمثل لنا تدفع شكرا مش عدم أعزمنا سعيدا.